السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعين الكرام. إلى محبين المرسيدس، إلى محبين الموديلات القديمة، سيارة مرسيدس فقط الممشى 37,000 جاهزة للتصدير لأي بلد بالعالم. السعر مفاجأة، الحجم 200، الموديل 1994، الحالة جديدة جدا. أنا أتعجب على بعض الدول العربية أو المسؤولين القائمين على هذه الدول تمنع دخول هذه الخنزيرة الجميلة. يعني هم لو يبقون بعد 20 سنة ما يصنعون مجرد يعني حتى الكرسي مالتها ما يقدرون يصنعوها ويمنعوها من دخول البلد. أنا أتعجب حقيقة على هكذا مسؤولين عرب. إذن أخواني الأعزاء، السيارة جديدة جدا بحال المصنعية، الزجاج الأمامي كهرباء، الزجاج الخلفي يدوي، السيارة إطاراتها 85%، فراملها 85%، السيارة مكيفة، السيارة محركها جديد جدا، لم يغير الزيت غير مرة واحدة فقط، السيارة مخزونة بالكامل، السيارة لشخص واحد فقط. هذه المرسيدس موجودة في الشمال الإيطالي في مدينة تورينو، جاهزة للتصدير مثل ما قلنا سابقا. طبعا كل المعلومات الاتصال راح أخليها بالفيديو. إخواني الأعزاء، سبق وقلنا حجم المحرك 2000 وهي حجم 200، موديل 1994. إذن إخواني المهتمين بهكذا موديلات واللي تدخل عندكم، يعني لازم تتأكدون. أنتم بعض الدول العربية مثل العراق والمغرب وكثير من الدول الآن منع هذه الموديلات، موديل 94، من الدخول. فأنت تتأكد إذا موديل هذا يدخل عندك فلا مانع من المراسلة، أما إذا كان هذا الموديل ما يدخل عندك يعني تتفرج حقيقة ويصيبك القهر على هذا الموديل. إخوان، السيارة سعرها 2000 يورو فقط، تدفع 2000 يورو تصبح السيارة ملك صرف لك. نعم إخواني الأعزاء، غير أوتوماتيك، يعني ناقل الحركة أوتوماتيك مثل ما شفتوا، بحالة جيدة جدا وعلى المصنعية. الصندوق مثل ما تشوفوه على المصنعية. إذن السيارة جاهزة للعمل، جاهزة للانطلاق، ممكن تنطلق بها داخل الاتحاد الأوروبي. حتى الناس اللي داخل الاتحاد الأوروبي ومن محبين المرسيدس ممكن أن تمتلكها وتمتطيها وتصير السيارة سيارتك. إذن إخواني، راح أخلي لكم كل وسائل التواصل ويا صاحبها، وتحياتي لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.